استراتيجية جديدة لعلاقات مصر مع أشقائها الأفارقة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذت مصر في هذا الإطار خطوات كبيرة لإعادة العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وأفريقيا، لتعلن مصر بنهاية العام الماضي 2020 عن خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية إلى 30 مليار دولار في غضون 3 سنوات. الصادرات المصرية للقارة الأفريقية شهدت ارتفاعات متتالية لتسجل بنهاية عام 2016 نحو 3 مليارات و400 مليون دولار، في حين سجلت بنهاية عام 2017 3 مليارات و800 مليون دولار، وأكثر من 4 مليارات دولار بنهاية عام 2018. التطور في علاقة مصر التجارية بدول أفريقيا لم يقتصر على التصدير للقارة فقط، بل امتدت على مستوى الواردات منها أيضا، ليدعم حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة السمراء، لتسجل الواردات خلال عام 2018 نحو أكثر من 6 مليارات دولار، مقابل نحو 5 مليارات إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا خلال 2017، لتسجل حجم الواردات من القارة الأفريقية نحو 2 ملياري دولار خلال 2018. إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا قد بلغ أكثر من 10 مليارات دولار، حيث بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 3 مليارات دولار، في حين بلغت حجم الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل أكثر من 12 ملياراً، منها 8 مليارات في السودان والباقي موزع على الدول الأخرى، وتتركز غالبية الاستثمارات المصرية في مشروعات البنية التحتية. اتفاقية الكوماسا التي تضم 21 دولة أفريقية لعبت دوراً محورياً في دعم الشراكة التجارية بين مصر والدول الأفريقية باعتبارها منطقة تجارة تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لترتفع قيمة صادرات مصر لدول الكوماسا للقرب من مستوى 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، مرتفعة من مستوى 1.5 مليار دولار خلال 2018، لتمثل صادرات مصر لدول الكوماسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية.